البنات، جمعة مباركة إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حندير معكم تاني وصفة تاع المعجن. أنا في المواسم اللي فيها، أنا في موسم الصيف، فيها فواكه الله يبارك. نديرو بها المعجون. ديجا درت معكم معجون تاع المشمشة، اليوم حندير معكم معجون تاع المشمش. معجون المشمش طريقة بسيطة ومقادير بسيطة، لكن هناك طريقة تبعوها باش المشمش تاعنا يقعد يجو شباب ويشد لنا مدة عام كامل بلا ما يفسد الكو تاعو. تاني تحدير معاكم نوري لكم كيفاش نخلو المشمش تاعنا يقعد مدة عندنا في كونجيلاتور باش نديكوريو بيه لي تارتيلات لي باتيسري اكسيتيرا. حاجة الأولى بداية البنات، حنوري لكم كيفاش نسكروا المشمش. نصفط المشمش باش نخبوهم في كونجيلاتور، نديكوريو بهم لي تارتيلات ولي باتيسري. طريقة سهلة وجد بسيطة. نغسلوا المشمش بيان سور، نقيوه من الاخر ديالو اللي داخل، نخلوه يقطر مليح، نمسحوه، لازم تكون حتى قطرة تاع ما فيه. نحكموا السكر بشكل عادي، ندردرو هكذايا، فوالا ندردرو فوقو هكذا ونخلط هكذا. نخلوه بالسكر تاعو البنات حتى واحد الخمس دقايق برك هذا ما كان. نبقى نخلط ونضيف السكر، فوالا نخلوه خمس دقايق ريح بجانب. نعملو المعجون تاعنا البنات. واش نحتاجو؟ نفس الطريقة نغسلو المشمش. لازم نخلو ما نخيروش الحبات هذوك اللي قارصين يابسين، حبات نوعا ما طيبين. ندير كيلو مشمش، نوزنوه البنات من بعد ما نحولو العظم ديالو داخل ونشلوه ونقطروه باش نوزنوه. ما نوزنوش هكاك حبة بالعظم ديالو. نوزنو كيلو مشماش 900 غرام سكر. كل كيلو مشماش يقابلو 900 غرام سكر. نعاود البنات، كيلو مشماش يقابلو 900 غرام سكر. المشماش دائما نقولكم خيروا الحبات اللي طيبين. نحكم الطنجره، انا الطنجره تاعي اللي وريتها لكم لافاباسي تاع شيف شكوا. نخليها غير المعجن فاش ثقيله. فرغوا المشماش تاعنا، فوالا هكذايا بدون اضافات. نفرغوا السكر تاعنا فوق المشمش من 900 غرام. هاكو تشوفوا، ونخلط خلط المعجون مع على المشمش عفوا مع السكر كما راكو تشوفوا هكذايا. وهكذا البنات ندخلوه في فريجيدير هكذا، نغطوه بالغطيوه ندخلوه في فريجيدير، ما نخلوهش برا بيسك انا سخانه نخاف ويقراص. هكذايا ندخلوه في فريجيدير نخلوه 24 ساعه. لكن ملاحظه الاولى باش ينجح لنا معجون تاع المشمش، كي ندخلوه في فريجيدير 24 ساعه ماشي نغطوه نخلوه 24 ساعه ومن بعد نطيبوه. نو، كل ساعتين نخرجوا الطنجره تاعنا نقلبوه باش السكر يدوب مع الفاكهه تاعنا. كل ساعتين نخرجوه نقلبوه ونعاودو نرجعوه في الفريجيدير مده 24 ساعه. هيك واضح البنات، قلت لكم كل زيت صويا نجبدوه نقلبوه بالمغرفه ملح. نولي البنات للمشمش تاعنا. انصف المشمش اللي درنا لهم السكر وخليناهم يريحوا خمس دقائق. شوفوا السكر كاش داب عليهم كيما راهم هكذا البنات. نحكموا ساشي تاع كونجيلاسيون كيما راكم تشوفوا، اللي عنده احكام نحكموه ملاح. فوالا نسدفوا الحبات تاعي ساشي تاع كونجيلاسيون. هذه طريقه جد سهله ونصيبوها تانيك. ما راكو شفتوا في فصل الشتاء فصل الخريف ما يكونش المشمش مي فوق لي باتيسري نصيبوا المشمش. فوالا
نسدفو هكذايا كامل الحبات تاعي. شوفوا كسدفت في ساشي كونجيلاسيون انصف المشمش. هما هكذا ثاني نزيدو ندردرو شويه سكر في يدينا، نديرو السكر فوقهم من الداخل عادي، ما يلفتش كميه كبيره من السكر. فوالا هذه هي الطريقه، نغلقوا باحكام، لازم الهواء ما يدخلش كامل كما راكم تشوفوا. شوفوا علاش ديجا ندخلوا من الفخر، نغلقوها هكذا البنات ونحطوها في كونجيلاتور، يشد لنا البنات هذا مده 9 شهور عام، نواسوا به لي باتيسي تاعنا كومون ديكور. ان شاء الله هاد الطريقه البسيطه عطيت لكم ناستيس باش تخبوا الفاكهه تاعكم في كونجيلاتور، لي ديكورات الكيكات ولي تارتيلات. شوفوا البنات جست ساعتين في الثلاجه على المشمش تاعي، شوفوا بدا يتعسل. شاك فوا نقلبوا المشمش تاعي مع السكر هكذايا، بدا يذوب يدخل في قلبو. فوالا نقعدو هكذا كل ساعتين نبداو نقلبو حتى يذوب هاد السكر تاعنا. هاد العملية ولا الطريقة هادي باش ما نزيدو ولا قطرة ما للمعجون تاعنا. فوالا شوفو مليح السكر كاش أو بدا يذوب، كي قلبناه نعاودو ندخلو في الثلاجة على ساعتين نزيدو نقلبو حتى الغدا من داك. شوفوا البنات كاش صح المشمش تاعنا، شوفوا السكر كاش داب فيه. صبحتكم بالخير ان شاء الله، بالخير والرباح ان شاء الله، شهر نهاركم شباب. بعد ما خليتو 24 ساعة داب كامل السكر مع المشمش، ما ضفت له ولو قطره ماء. علاش قلت لكم ما نديرلو ما نديروش الماء؟ فوالا دوكا نشعلو الفرن نار قليله ونخليوه يغلي بلا غطا. دائما المعاجن كي طيبوهم ما نديرولهمش الغطا باسكو هذيك الرغوه تفيض على الكويزينيه. خلوها نار قليله براحته يطيب. شوفوا المشمش كيش دبال السكر ديالو. شوفوا البنات تاو بدا يغلي المعجون تاعي تاع المشمش. شوفوا هاد الرغوه شاك فوا ما يرفعها هكذايا نحوها، هذه هي الرغوه اللي تفسد المعجون اي معجون، وما تخليهش يشد مده طويله. شاك فوا نحوها يغلي نحوها، وبيان سور باش يجي الوجه شباب. ما نرفدوش المرقه تاع المعجون، نرفدو جوست الرغوه كيما راكم تشوفوا. نبقاو نحو فيها على شاك فوا حتى يطيب المعجون تاعنا. معجون مشمش لازم نديرو كميه شويه كبيره، نخبوها في كونجيلاتور باسكو نديرو به لي سابلي، نديرو به لي تارت، نديرو به بزاف نسحقوه، يعني ماشي غير الاكل هكذايا، يعني نخدمو به الحلوى تاعنا. فوالا يغلي ونحو يغلي ونحو حتى يطيب المعجون تاعنا. مازال نحي في الرغوه، شوفوا البنات شحال نحيت. هاد الرغوه كما قلت لكم هي اللي تفسد المعجون. المشمش تاعي قعد على حبه،
دو كان تستيو المرقه تاع المعجون ولا راهي ولا طابت ونجحت ولا لا؟ المعجون تاع المشيمشة نديرو تبسي في كونجيلاتور يجمد مليح، ومن بعد نديرو شويه مرقه هنايا. لا شفناها اختارت نعرفو باللي المعجون تاعنا طاب. شوفوا المرقه تاع المعجون اختارت قالت، هذا يعني ان المرقه تاعنا تاع المعجون ولا شربات المعجون راهي واجده. المشمش تاعنا شوفوا البنات، المشمش تاعنا راهو طاب. فوالا الرغوة الاخرى اللي حتخرج نحيها كامل. شوفوا الحبة تاع المشمش كاش قعدت، مازلنا له ولا اضافة تاع الماء ولا منكهات. انا حبيته يقعد حب هكذايا، ولا حبيتي ديريه معجون الميكسيوه كيبرد. طفوا البنات ونقعد نواصل كي ندخل نحي هذا الرغوة الأخيرة ونخليه يبرد ونتلاقاو في طبق التقديم. راهو طاب المشمش تاعنا وبرد، شوفوا كشتا، شوفوا البنات، شوفوا المشمش تاعنا جا على حبة. هلا شوفوا السليلة تاعنا تاع المعجون، شوفوا العسيلة تاعو ولا المرقة تاع المعجون كاش جات. شوفوا الحبة تاعنا شدة روحها، هذا خليته طبيعي. هذا البنات ميكسيتو كي طاب ميكسيتو. فوالا نديروه مع كل واحد كيفاش يحب، مع لي صابليف، حشو الكيكات اكسيتيرا. شوفوا القوام تاعو بنة رائعة صراحة. معجون المشمش صعيب في الطياب تاعو، قليل قليل لينجح له ويخرج له هكذا حبات، توجو يخرج معبص في المعجون تاعنا قبل ما نكسيوه. الوغ البنات تبعوا طريقة باش يخرج لكم هكذا المعجون كي يقعد حبات هكذا لا بريزونطاسيون. دائما البركة تاعنا ديما واجدة، اللي لقات اشهار كبير كاع يسقسوني وين شريتها. فوالا شوفوا البنات، شوفوا المعجون تاعنا قاعد حب حب. فوالا ان شاء الله البنات تبعتوا خطوات، مقادير بسيطة لكن كي تبعوا الخطوات اكيد تنجحوا فيه. ان شاء الله تبعتوا الخطوات وتنجحوا في المعجون تاعكم. في وصفة المعجون درت لكم ثلاث حاجات، معجون شكل طبيعي، معجون مرحي، اون بلوس درت لكم هذوك النصوص تاع المشماش درتهم في كونجيلاتور. هذوك بلا ما نوريه لكم نخلوهم في كونجيلاتور نشبحوا بهم لي تارتيلات والكيكات تاعنا. نهار نخدم بهم نفكركم باللي درناهم مع معجون المشمش. بيان سور ديروا لايك وابوني للقناه فضلا وليس امرا، وبكم استمر. شكرا دائما وابدا على الكلمه الطيبه، شكرا على الانتقادات اللي تزيدني عزيمه وقوه واستمرار. جربوه البنات اكيد تنجحوا فيه. سلام البنات.